يا فندم، أنا حضرتك، أنا يا مصر، أنا يا وطني الوحيد اللي طالع لك بشهادتين، واحدة تخرج والتانية وفاتي، وليكي حياتي يا مصر اقبليهم مني بفرحتهم، حالفين بالله وقران المبين لا تدخلوا مصر ان شاء الله امنين امنين امنين. اول يوم له كضابط شرطة الشاب الملازم سامح محمد عبد الظاهر يخطف القلوب والأنظار بقصيدة عهد جديد بين الشرطة والشعب. الشاب الملازم سامح ضيفي النهاردة في مصر الجديدة، وأول حاجة بقولها لك ألف مبروك، لأنك أنت النهاردة يعني يوم تاريخي في حياتك. الصبح كنت طالب وبعد الظهر بقيت ضابط، وشايف الدبور على كتفك منورة، وألف مبروك. ربنا يبارك فيك وربنا يبارك في الشعب إن شاء الله بإذن الله، إحنا خارجين له إن شاء الله. إن شاء الله. أنا الحقيقة يعني مش عايز أتكلم كتير، أنا عايزك أنت تتكلم عشان الناس اللي بتفرج علينا تعرف إيه حكاية الأداء اللي أنت عملته، اللي الحقيقة ناس كتير بكت لما سمعته، لأن إحنا متشوقين كتير جدا كشعب مصري إن إحنا نشوف الشرطة والشعب يرجعوا مع بعض ونشوف الأمن والأمان يتحقق للشارع المصري. إيه هي الحكمة أو الشهادتين اللي أنت قلت عليهم النهاردة في يوم تخرجك؟ وأنا أقدر أقول لحضرتك حاجة، إنه دفعتنا الوحيدة في الكلية، وبجانب الدفعات التانية، دفعة تالتة وتانية وأولى، بس دفعتنا احنا اقوى. احنا دفعتنا كنا بنسمين على بعضنا على اسم اغنية طبعا زميلي اللي كان بعدي، شهداء تحت الطلب. احنا دفعتنا كلها تتمنى الشهادة في سبيل الله، فكنا احنا خدنا امتداد الكلام شهداء تحت الطلب. يعني انتوا بتقولوا احنا نتمنى الشهادة في سبيل الله والوطن. طبعاً. يا سلام، هو دي الروح اللي عندكم وانتوا بتتخرجوا؟ احنا تنمينا باذن الله في الاربع سنين اللي خدناهم في الكلية على روح التدريب والشهادة. اول حاجة روح الشهادة. ما شاء الله. شهادة الاستشهاد قبل شهادة الورقية. تمام. انت النهاردة اتكلمت على شهادة تخرج، وطبعا انت ودفعتك اكيد بتتخرجوا بتخرجوا للدنيا كضباط شرطه في الايام الاولى وفي السنوات الاولى، وشهاده وفاه لايه؟ احنا كنا بنتكلم كدفعه 2012 كلنا، عشان كل طالب في دفعه 2012 في دفعتي كان مشاركني في الحوار بتاع القصيده، افكاره انا غزه ما قلتهاش طبعا من افكاري، كل واحد في دفعتي فعلا شارك بفكره وافكار. احنا عايزين نطلع نقول للشعب ان احنا خارج لكم شهداء، احنا ابنائكم اخواتكم، احنا في كل وقت فداكم، بس عايزين روح الاخوه ترجع ما بيننا. كل واحد اداني فكره عملتها بيت، شاركني، وما اقدرش برضو انسى يعني ادي شكر ربنا الاول طبعاً. وبعدين واحد ليه فضل عليا في حاجات في القصيده، شاعر من الشرقيه اسمه انس الفقي، ده راجل ربنا يخليه فعلا مظبط لي كده حاجات عشان تطلع بالمنظر المبهر ده. كلمات كده ساعدتني فعلا، خلت الشعب زي ما حضرتك شفت المنظر جميل جدا. والحمد لله احنا يعني انت بطبيعتك يعني حكايه الاداء دي، انت راجل ايه، كتابة الشعر، انت راجل شاعر اساسا؟ انا الحمد لله من رابعة ابتدائي والدي يعني والدي مدربني على الحوار الشعر، يعني والدي كان بيجيب لي حاجات كده في الشعر من ورق، بيقول لي القصة دي، كان مدربني، فانا بدأت انميها بفضل والله يعني بفضل ربنا فعلا مش اي حد تاني. لما دخلت الكلية بدأت أنميها، بدأت أكتب شعر، بدأت أعمل حاجة، والحمد لله يعني بدأت تتنمى فيها. واللغة الصعيد اللي أنا بقولها دي على ما أظن أنه الشعب المصري بجميع طوائفه كله بيحبها طبعا جدا طبعا، عشان خاطر كده الحمد لله أنها وصلت له من القلب للقلب. بس أنت عندك فكرة هو بيحبها ليه؟ معروف عن أبناء الصعيد أن هم رجولة وشهامة ونخوة، الحمد لله، فهو دي وكرم. فعلا فعلا
وانت ابن سوهاج البار مش كده يا سادة؟ الحمد لله يعني انا اتشرف لان انا انتمي لحافظ السوهاج. اكيد. طيب الاداء المسرحي اللي كان النهاردة في حضور الرئيس محمد مرسي الاداء ده انت متدرب عليه ولا هو وليد اللحظة؟ لا هو حضرتك انا اقول لك الحقيقة بتاعت الاداء ده انا ما كنتش متدرب التدريب ده. انا كنت متدرب تدريب تاني كويس. بس اللي يعني اللي خلى فكري يروح للمنظر اللي احنا طلعنا بيه ده صعب عليا فعلا حق شهداء الشرطه. حق شهداء الشرطه. الشرطه انت تعرف ان في 2012 39 من اخواتنا الافراد واخواتنا العزاز علينا جدا امناء وضباط اتوفوا. صحيح. يعني ما فيش حد مثلا بيجيب عليهم سيره فاهم، استشهاد اي حاجه بتعدي. فانا قلت لا، قيادات موجوده والدوله كلها موجوده ورئيس جمهوريه منتخب موجود، لازم اطالب بحق شهداء الشرطة. انا كنت طالع اقول الحاجة دي قدام التلفزيون بمبدأ عادي يعني زي اي قصيدة عدت من ضابط شرطة، بس لقيت المنظر خدني. فشعوري من اول ابيات في الشعر، من اول ابيات ما قدرتش فعلا اتملك نفسي. لازم الناس دي حقها ترجع، وياريت الشعب، ياريت الشعب اللي هو اخواتنا وعمي وخالي وكل حاجة، الناس يعني يقدرها. يعني انا بشوف مناظر شهداء الثوره كلنا بنفتخر بيهم، كلهم احبابنا واصحابنا، نفسنا يعني بنتمنى جنب شهداء الثوره من شباب، شهداء ضباط الشرطه، افراد الشرطه ومناء الشرطه، دول لو اتحطوا ما هي دي اللي هيرجع يصلح. انا قصدتي دي بدات انها ترجع عوده بين ثقه بين شعب وشرطه. طب احنا نبدا بقى حاجات كوامل اللي هي اللي بتكبر الحب اللي ما بيننا، بترجع ثقه مفقوده. يعني عايز تقول شهداء مصر بغض النظر بقى شرطة ده تبع شرطه، ده تبع ثوره، ده تبع ولادها. ايه مش هم دول كلهم ولاد مصر؟ ولادها. طب انت عارف يعني باعتبارك يعني اول يوم في حياتك كضابط شرطه انت عارف المشكله اللي كانت موجوده بسبب الفجوه اللي حصلت ما بين الشرطه والشعب؟ انا ممكن يعني في يعني عايز اعرف مفهومك او ادراكك ليها ايه. وادراكي ليها انا سبب واحد ان هو المواطن بيبص على ضبط الشرطه ان هو متعلم الاسوأ، بيتعلم في كليه الشرطه، او حضرتك كنت تسمع انه بيتعلم في كليه الشرطه الى مؤاخذه دورات في الشتيمه، في الشتيمه والحاجات دي. الله بالعكس، اقسم بالله العظيم بنتعلم فعلا احترام المواطن مش مزايده على الشعب عشان نستعطف اي حاجه، لان احنا مش بنستعطف حد ابدا الا ربنا. تمام. ابدا مش بنستعطف حد الا ربنا. تمام. فاحنا مش مزايده عليه، احنا عايزين نعرفه انه اقسم بالله احنا منه، واحنا منه ليه، ودايما احنا في ده في اي وقت. ده كلام جميل جدا. وانا من ضمن الافكار اللي طرحت في ملف الشرطه انه لازم الاجيال الجديده اللي انت واحد منهم يا سامح يبقى لا يعني يبقى عنده الوعي اللي انا شايفه قدامي، وعي اهميه العلاقه. كنت لسه بتكلم مع الزميل جمال عنايت ان المواطن لما يشوف ضابط الشرطه المفروض ان هو يشعر بالامان، أخوه. مش يشعر بان هو خايف منه او ان هو هيجرجره او هيشتمه او هيهين كرامته. فعلا. فهل انتوا مدركين لهذا الكلام ده؟ احنا خارجين عشان خاطر السبب ده، احنا عايزين نرجع. احنا كفايانا بعد، كفايانا شتات، احنا لازم نرجع مصر في امس الحاجه لابنائها. احنا نفسنا ودفعتنا دي دفعه 2012 بالذات، يعني اقدر اقول لحضرتك تتمنى الشهاده في سبيل الله يوما، يعني بعد يوم ليلا في نهار على طول. احنا خارجين بنتمناها، يعني احنا الدفعه الوحيده. يعني احنا كان في عندنا دوره بعد 25، بعد ثوره 25 يناير كان عندنا دوره في تدريب، دوره قويه في الشرطه علمتنا، اسمها دوره سير، علمتنا فعلا. حتى كانت جايه في اغنيه زميلي صور منها، كانت جايه صور تدل على ان احنا خارجين فعلا، خارجين للبلطجي لا يجي لنموت. البلطجي لا يجي لنموت. يعني هو هدفك انك انت تحقق الامن باي ثمن وباي تكلفه. روحي ما تغلاش على اي واحد من شعب مصر. كلام جميل. عايزك تحكي لي اللحظات اللي قابلت فيها الرئيس ووزير الداخليه
وانت يعني راجل لسه في مقتبل العمر واكيد اللحظه دي كان ليها رهبه معينه. والله هو يعني هو الواحد ما دام مؤمن فعلا انه ليه رب بيرعاه ما فيش رهبه في القلب، بس حوار انه رهبه رئيس وهيبه وحاجه زي كده، هو طبعا رئيس ليه هيبه وكل حاجه، واحساسه الجميل انه يعمل اللفته الطيبه دي ان هو شاور لك وصمم ويسلم عليك ويخرج عن البرستيج بتاع الحفله. دي في حد منظر يعني في حد تعبيرها حاجه جميله جدا. انا لما سلمت عليه يعني هو اللي ربنا يوفقك ويجعلك عون للامن. يا سلام. والله فانا قلت له برضه على شهداء الشرطه، قال لي عمري ما هفرط في حق شهيد من الشرطه، عشان خاطر كده انا فرحت. انا لما جيت قبلت راس وزير الداخليه انا ما بصش راس وزير الداخليه لا، انا بصت راس هيئه وزاره الداخليه اللي انا بنتمي اليها، اللي هو واحد من مكنونها عندنا في الصعيد في سوهاج. عندنا حضرتك لما الواحد بينجح اول واحد بيروح له مين؟ الكبير. الكبير. فده يعني مش هقول لك ده الكبير، ده كبير اسره الشرطه، تعالى ده نقول. كبير عائله الشرطه. عائله الشرطه. انا اول مره والله بدون مبالغه وبدون وبدون نفاق ولا عايز اقول في حاجه في حقه، هي مش في حقه. هو حضرتك انت شفت وزير فعلا بينزل محافظات؟ لا. او شفت وزير فعلا بيقف في كمين شرطه؟ شفت وزير فعلا بينزل للشعب يقول لهم انتوا عايزين ايه؟ لا، هو اداؤه مفيش شك اللي هو محمد ابراهيم، ما حدش يختلف على ادائه. فهو ده انا 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 ده قصدي في الفتره دي اللي خلتني راجل. انا لازم 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 ده يعني ده يعتبر كبير عيله، يعني زي كبير العيله عندنا. كبير العيله ليه حكمته وليه الحكمه، لازم يتقبل في راسه زي ما بيقول لك عندنا في الصعيد، اللي ملوش كبير يشتري له كبير. بس ما خفتش سامح مثلا ان ده يبقى بره البروتوكول او بره القواعد بالنسبه لحفله زي دي؟ وحضرتك الاحساس ما بيتحطلوش بروتوكولات. صحيح. الحب والاحساس والتفاهم وكل حاجه لازم ما بتتحطلهاش بروتوكولات. بتمشي ورا قلبك كده. طب تمام. الحمد لله. تمام. انا الحقيقه يعني نفسي اسمع منك حاجه، بما انك يعني عندك شعر ممكن تقوله لنا. والله حضرتك وانا جاي طبعا حضرتك انا قلت حاجه، انا كتبت حاجه والله وانا جاي، عشان خاطر لازم تبقى حاجه خاصه لقناه الحياه كمان. ده شيء يشرفنا والله. ربنا يخليك. خلاص يا ريت تقوله لنا. نقول حاجه كده اولانيه. اتفضل. اقفل حياه الفراق اللي بينا وارجع صالحني، تزعل مني تعالى وعاتب فيا صارحني، إلا عن هموم الغضب اللي بينا، انزل من بكرة في الشغل وعنا، أخويا أنت وروحي وعنا، نبني بلدنا ونكبر ولدنا، توقف في ظهري نأمن مكاننا. دي أول. دي جميلة جدا. نفسي كله يعني حساب. يعني ايه اللي احكي لي حكايه انك كتبتها ازاي؟ هو حضرتك انا كتبتها وانا جاي، بس انا 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 نفسي يعني هو في مواهب كتير في الكليه عندنا، وباذن الله ان شاء الله الكليه بتنميها طبعا. احنا عايزين نبقى منظومه واحده، حاجه يعني حاجه كاعلاميه كده ترجع الفجوه اللي حصلت بين الشرطه والشعب والصوره الذهنيه لرجل الشرطة في الشارع المصري. أيوة. يعني يرجع الشارع يحب فرد الشرطة. ينزل من بكرة أي واحد فرد من الشعب اللي ينزل، ربنا يخليك. عسكري المرور حضرتك اللي بيوقف ده وحضرتك بتشوفه عرقان، مفيش حاجة لما تيجي تسلم عليه ربنا يخليك. عسكري المترو، عسكري القطر، الناس دي كل الحاجات دي أفراد. أفراد دي حاجات كوامل، لو إحنا اهتمينا بيها والله كل حاجة هترجع. على كل حال هنتكلم، لان الكلام معاك حلو وبالذات باللهجه الصعيدي يا عم سامح. وعلى فكره احنا معانا للي لسه دلوقتي فاتح قناه الحياه 2 برنامج مصر الجديده، الشاب الملازم سامح محمد عبد الظاهر ابن سوهاج ضابط الشرطه. فيقول لك ايه، هو بيقول لك في الصعيد بيقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير. وانا بقول لكم ما تقفلوش القناه، هنشوفكم بعد الفاصل. ايه رأيك؟
شهادة ميلادي دمي نادي نرد الأعادي بلادي بلادي بروح افتديكي بعيني وقلبي ضميري وروحي بفرحي بطرحي بكل جروحي وأغلى طموحي ما هو كله ليكي بدمي بدمعي بعز وسروري بحزني وهمي بشعري وشعوري وكفة أموري أحافظ عليكي بقدم كفاحي يا كل نجاحي وشعبي سندني عليكي عهدني ده الكل يرضيكي بعهدي جديد طلعلك شهيد ودايما حميكي وقلبي حديد ودمي في دمك يا غالية يدوب علمك يا غالية بإيدينا شايلينه اتقطعت الأولى بالتانية رافعينه اتقطعوا الاتنين بسناننا جايبينه فوق جبيني مكتوب أنا جيشك الجواني وإنتي كياني شهدايا للوطن ولله التمن شهدايا للوطن ولله التمن وترابك مكاني يا أمي يا غالية يا نور القلوب دايما دايما أحارب ولا أبين أموت شهيد ولا أبين تشوفني بضحك ومتزين دايما أحارب ولا أبين أموت شهيد ولا أبين تشوفني بضحك ومتزين علشان تحس بالأمان يا شعب مصر يا شعب مصر كفاية شتات وفرقة وشوف فينا كم واحد مات وعشان السبب ده بالذات ارجع وخدني بالأحضان اوصل القلب ويا العقول اهتف مرة اصرخ وقول الشرطة والشعب أحباب على طول ده أنا فضل أوضان كلام مؤثر جدا جدا يعني ممكن الواحد يفتكر ان هو بيسمعه من شاعر كبير والحقيقة بيلاقيه من شاب مصري مقبل على الحياة النهاردة الصبح كان اللي على كتفه شريط الطالب بأكاديمية الشرطة ودلوقتي بقى ملازم بنجمة بيبدأ حياته الشرطية وبيبدأ حياته كضابط شرطة برحب بالملازم سامح محمد عبد الظاهر مرة تانية في مصر الجديدة وأنا بشكرك لوجودك معانا النهاردة وببارك لك مرة تانية وإحنا بالمناسبة سمينا البرنامج مصر الجديدة لأن إحنا اعتبرنا أن إحنا دخلنا عهد جديد زي ما أنت بتتكلم على العهد الجديد ولفت نظري كلمة اتقالت في القصيدة اللي أنت ألقيتها دلوقتي يا شعب مصر كفاية شتات عايز أعرف تقصد إيه هو حضرتك بشتات دي تتقصد بيها حاجات كتير شعب مصر دلوقتي بين اللي بيقول لك في جهة ما أو جهة ما في كل واحد في حتة كل واحد عايز حتة من مصر وسايبين مصر شرطة جيش قضاء واحد عايز ده واحد عايز ده منقسمين منقسمين يعني. جدا طب ليه احنا ما نرجعش نقول شرطة وجيش وقضاء وشعب وولاد مصر كلهم عشان مصر صحيح ليه ما نرجعش نلم اللي ضاع عشان ترجع مصر زي ما هي وهو دي الرسالة اللي انت كنت عايز تقولها ده نفسي وتوصل يا رب يا رب توصل الـ 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 الدراسة اللي انت درستها انا عارف ان طالب الشرطة بيدرس بجانب علوم الشرطة بيدرس حقوق يعني انت واخد ليسانس حقوق ليسانس حقوق الحمد لله طب هل في تأهيل لدى ضابط الشرطة دلوقتي بمفهوم حقوق الانسان الموضوع ده ما كانش موجود من سنين يعني من سنين قبل كده لا هو حضرتك طبعا حقوق الانسان او مواد القانون بالكامل احنا بندرسها خلال 4 سنين واللي لازم يكون طبعا الطالب داخل الأكاديمية 4 سنين عشان يؤهل تدريبيا وعلميا ونظريا بجانب ان مواد حقوق الانسان دي بيدرسها حاليا مدير كلية الشرطة موجود موجود حاليا مدير كلية الشرطة الموجود بيدرسها من احنا في سنة اولى او في احنا في سنة تانية حضرته بيدرسها كمادة اساسية في مواد الشرطة والله والله يعني عشان خاطر كده عشان خاطر تطلع بره
تتعامل مع الجمهور بطريقه لائقه تعبر عن معادك المحترم اللي انت كنت فيه. تمام، ده كلام جميل جدا. يعني ثقافه عقول الانسان منصوص عليها وتنشر داخل اكاديميه الشرطه عند كل هؤلاء الاجيال الجديده من ضباط الشرطه. حضرتك بيدرسها مدير الكليه حاليا، هو اللي هو دكتور احمد جاد. هو حضرتك هو اللي بيدرسها حاليا، هو حاليا اصلا القائم على نشر وبث الوعي في نفوس الطلاب. طب سامح، انت مش شايف معايا ان احنا دلوقتي في 2012 التكنولوجيا تقدمت قوي، العالم اتقدم في مجال الاتصالات، مجال الانترنت، الكمبيوترز، الاجهزه. عايز اعرف انت برضو مؤهل كضابط شرطه شاب انك تتعامل مع التكنولوجيا الحديثه؟ هو حضرتك كل حاجه اكاديميه الشرطه عندنا احنا ككليه كمعهد عريق بيخرج ضباط شرطه مش بيسيب حاجه الا لازم يجيب منها ويجيب منها ويأهل ويرقي ويدرب لحد ما يوصل لاغلى واجمل، انه يطلع اغلى الحاجات. احنا حاليا في الفصول بتاعتنا بقت في فصول الكترونيه داخل الطلبه بتتدرس لها، كل واحد قدامه اللاب بتاعه بيتدرس له موصل بشبكه الانترنت. بقت الضابط متصل بالعالم الخارجي داخل كليه الشرطه. طب ايه اهميه، يعني احنا طبعا كنا بنشوف الافلام الابيض واسود ونشوف الشاويش يطلع يقول ها مين هناك. بتهيألي دلوقتي يعني الشاويش ده لو هنجيبه دلوقتي في سنه 2012 لازم يقول ها اللابتوب فين. صح ولا غلط؟ لا هو يعني ايه اهميه التكنولوجيا في حفظ الامن؟ ده اللي عايز اعرفه. لا هو حضرتك طبعا حفظ الامن بالاساليب الحديثه اللي هي موفراها الوزاره وبتعملها الوزاره دي، زي مثلا المرور عندنا دلوقتي بيتربط بشاشات بغرفه عمليات رئيسيه. وده من حوار النت والاتصالات الحديثه اللي ظهرت في عالم او جهاز الشرطه بجوار اجهزه جديده. الشرطه توصل لمكانة الشرطة العالمية الموجودة، زي الطيارات الهليكوبتر اللي هي مثلا خاصة بالشرطة، الحاجات اللي خاصة بالشرطة اللي هي جنب اللي هي حاجات الجيش او تشبه حاجات الجيش. تساعد اجهزة الشرطة في القبض عن الخارجين على القانون بسرعة. طب انا عرفت انك انت اول تكليف ليك هيبقى في سيناء، في شمال سيناء. فلما عرفت انك انت رايح هناك، يعني استقبلت الخبر ده ازاي؟ هو حضرتك انا لازم استقبله يعني قلت الحمد لله. طبعا الواحد لازم يقول الحمد لله على كل حاجه. هو شمال سيناء طبعا، شمال سيناء دي مين اغلى بلد واغلى ارض في وطن مصر هنا هي سيناء. فهو الواحد لو هيروح هناك لازم يروح يخدم السيناويين قبل طبعا الصعايده والبحراويه وكل حاجه، لازم يخدم الناس دي. حلوه الصعايده والبحراويه دي، بس انت مدرك ان المكان ده مكان حساس جدا لانه على الحدود، وانت عارف طبعا بعد الحدود في مين، وده يعتبر امن مصر القومي في المكان ده. حضرتك احنا خير اجناد الارض، الحاجات اللي ورا الحدود وبعد الحدود وقبل الحدود ما بتخوفناش ما بترهبناش، لاننا مستلزمين بقوة ربنا الحاجة دي ما بتخوفناش. تاني حاجة احنا طالبين الشهادة في مصر، في سوهاج، في عندي، في اي حته ما بتخوفناش، عايزين نبتغي سبيل الشهاده في اي حته. تمام، يا ترى الشاب الملازم سامح عبد الظاهر 22 سنه ومن سوهاج، يعني من الصعيد، كلمني شويه عن البلد اللي انت منها، عن اسرتك، عن مدرستك. انت جاي وما بتخافش وعندك القبول وعندك الطموح الكبير وكفنك في ايدك زي ما بيقولوا، الحمد لله، ومش خايف، وقلت رساله وفاتي جنب رساله تخرجي. انا عايز اعرف الخلفيه اللي انت طالع منها. والحمد لله ربنا ان اكرم، انا ربنا اكرمني بعد وفاه والدتي طبعا بوالدتين، الله يرحمها ويحسن اليها، والدتين خاله وعمه، وربنا اكرمني بعدين بوالد ربنا يكرمه طبعا. انا من مركز دار السلام في سوهاج، قريه اسمها قريه اولاد خلف. الحمد لله اتشرف ان انا انتمي اليها طبعا. كل العيله ناس متعلمه متفتحه، اخوال متعلمين وعمام متعلمين، والحمد لله احنا في المدارس بنتعلم الاحترام قبل التعليم، الكرم قبل الدراسه، بنتعلم الشهامه والمروءه قبل ان تاخد الواجب بتاعك البيت. فالحمد لله احنا
تتعلم الحاجات دي من الصعيد عشان يتخلق ضابط من الصعيد، وضابط من الصعيد ضابط من اي حته، يتخلق ضابط بس يكون على قد حمل المسؤوليه بتاعت مصر. انما انت وانت في المرحله الثانويه كنت يعني يقولوا لك انت عايز تبقى ايه على طول؟ تقول لهم ضابط شرطه؟ والله الناظر بتاعي ربنا يكرمه ويخليه دايما هو كان بيتعب معايا في حوار الشعر ده برضو، هو برضو تنبأ لي ان انا اكون ضابط شرطه. والله والله اتنبأ لي. يعني كان عندك البوادر والمؤشرات طالعه من ايام المرحله الثانويه. ده كان ربنا يكرمه دايما. طب دلوقتي افرض ان الناظر ده بيتفرج علينا دلوقتي. هو بيتفرج ده وكل اكيد اولاد خلف مركز دار السلام، عايزين نسمع منك حته شعر تاني. نسمع حضرتك يا ريت. بحب مصر وعشق وطني كانت بدايتي، رايح وليد راجع شهيد، ودي حكايتي يا ابني بلدي، يا ابني بلدي وقلبي ونيلي وسلسبيلي انت وجودي، دموعنا واحدة فرحتنا واحدة دول هما شهودي، انت تشاركني وانت تباركني في صمتي وردودي، شهيدنا مات وتصرخ يا صاحبي في صمت امه، ولا حد يعرف ومين في البلد في موته يهمه، مات عشانك فدا امانك ولا شيء يهمه، انا المداوي بين شرطه وشعب، نفسي ونفسي انت وانت ساكن في كل القلب، عايز ارجع وعايز اصالحك، سامحني وسامحك بدلني باخوه بدلني بحب. الله، رسالة قوية جدا لعودة المية المجاريها بإذن الله. الشرطة عادت والحمد لله ما شاء الله، ولسه قدامها مشوار وإحنا بندعمها في إنها توصل لمرحلة الكفاءة إن شاء الله. وأنا الحقيقة يعني مش عارف أقول لك إيه، أنا بتمنى لك من كل قلبي يا سامح مستقبل باهر ونجاح، وربنا يكتر من أمثالك. ربنا يخليك يا رب. ويعني ان شاء الله كده نبقى على تواصل ونطمن عليك ان شاء الله دايما. وتحياتنا بقى لكل اهل سوهاج، مش هقول لك بقى مركز دار السلام اولاد خلف، للوالد ولكل الناس. ربنا يسلمك ويسلمك. كل سنه وانت طيب. طبعا رمضان كريم، رمضان قرب ان شاء الله. والحقيقه اثر فيا قوي الشاب الملازم سامح عبد الظاهر، وهو في اول يوم ليه كضابط شرطه بالروح الحلوه دي اللي عنده وبالرغبه الاكيده والقويه في اعاده المية المجاريها وإعادة العلاقات، وراجل كده شاب حامل شهادة تخرج في إيده وشهادة وفاته في إيد تانية، معنى كبير للي يتعمق فيه. هو ده الشاب المصري النموذج، وهم دول ولاد مصر، مصر الجديدة. إلى اللقاء.